هسه احنا نسأل نور، نور شو تريدين حبيبتي؟ شو تتمنين حبيبتي؟ تتمنين انت؟ ما حبيبي استحي لا حبيبتي حبيبتي نور نور احكي وياك ماما. ليش تنقهر على روحها؟ ليش تنقهرين؟ اكو هوايه مثلش ترى، لا تبكين لا تبكين يمه حبيبي يوم. ليش تبكين؟ من اكبر اروح للمدرسه من اكبر. لا 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 تروحي للمدرسه مدرسة. ليش تبكين؟ ليش تبكين؟ احكي شو تريدين؟ ليش تبكين يوم؟ لا تبكين نورة تراني قلبي خلصان. حبيبي يوم حبيبي باعلي شو تريدين؟ تريدين مدرسه؟ تريدين مدرسه؟ اوه حبيبي ان شاء الله. حياكم الله مشاهدينا الكرام وحلقه جديده من برنامج اول حلم. وصلتنا مناشده من الست خوله محمد التميمي. كل شخص تابع الموسم الاول يعرف منو ست خوله، ست خوله اللي تعاونت ويانا في اغلب الحلقات في الموسم الاول. لزت لنا رساله تنص هذه الرساله انه اكو طفله، وهو مقطع فيديو انه طفله اسمها نور الهدى، هذه الطفله صار لها اكثر من سنه ست خوله طرحت مناشدتها انه تتمنى تدخل المدرسه، لكن مع الاسف ما حد استجاب لهذه المناشده. احنا كبرنامج اول حلم يحز بقلوبنا اليوم انه طفله اقصى طموحاتها انه تدخل المدرسه، فقررنا في هذا البرنامج انه نحضر اشياء مميزه للطفله نور الهدى. نور الهدى طفله تعاني من الاعاقه، راح تتابعون شنو اللي راح نسويه نور الهدى في هذه الحلقه. وايضا بعد ما استفسرنا من اهل نور الهدى عرفنا انه نور الهدى عندها حب وولع بالفنانه القديره سولاف، فتابعوا شنو راح يصير في حلقتنا من مفاجات شنو محضرين نور الهدى. ابقوا ويانا. بعد ما وصلتنا المناشده تواصلنا مع الست خوله وتوجهنا لبيت الطفله نور الهدى. حياك الله ست خوله. اهلا وسهلا بك الله يخليك. اليوم جينا بناء على المناشده اللي وصلتني من عندك. بلي. واحنا جايين للورده نور الهدى. الله يخليك. قلتوا عندها احلام وان شاء الله احلامها احنا ايش قد ما نقدر انه نحققها. ان شاء الله. نسمع من عندها من البدايه ولا نسمع من عندك؟ اذا تقدر يلا هالداوي احسن. يلا نور. شو تحبين نور؟ سولاف. سولاف. ها تحبين فنانه سولاف؟ اي. زين انت شنو امنيه حياتك؟ تمنى اروح المدرسة هاي. تحبين المدرسة؟ اي. زين انت شاطرة لا؟ حافظة شيء؟ اي. بس نسمع من عندك شيء بعد ما نسولف ويا ست خولة. وايضا حياك الله حجي. اهلا وسهلا. ان شاء الله احنا اليوم نفرح نور الهدى. ان شاء الله ما تقصروا. ان شاء الله احنا كل احلامها ان شاء الله. رحم الله والدك. بفضل الخيرين بما فيهم ست خولة ان شاء الله. ما يقصرون ان شاء الله اللهم وقدها. الله يخليك. الله يخليك عيوني. نور الهدى قبل سنة جتني مناشدة عليها، هي كانت معاقة طبعا، تشوفون العوق مالتها رجليناتها هي ما تمشي؟ لا لا ما تمشي، ظهرها على النخاع الشوكي، عندها عملية بالنخاع الشوكي، وعندها اصلا هو كان اكو فد تشوه خلقي بالنخاع الشوكي، وهاي رجليناتها مقوسة. يمكن هي عمرها 8 لو 9 لا 10 سنين 10 صارت.
فأنا جتني مناشدة على إنه بس معوقة ومحتاجة كرسي وبس. لما اجيت هنا يا شفت الحاله مثل ما تشوفون، يمكن انتم هسه جيتوا لقيتوا هذا ملبوخ. وانا انا جاي انه انا على انه بس احقق احلام هالبنت. هاي البسيطه يعني، انا ما ادري انه الوضعيه هيك. شفت الوضعيه؟ والله وضعيته غير. هذا احمد انت انا انت شفت ملبوخ، انا جيت لقيت مثل هذا الطابق بس، وهاي احسن غرفه عندهم، هو هاي غرفه ومطبخ زين. وهن يمكن ثلاث بنات او اربع بنات، وابوهم يعني عماله، يوم يشتغل يوم يشتغل، وست تعاطله مالته. بس انا اجيت على مود نور الهدى مو على العائله. اجيت بما يعني اكو، انا قلت بالحكي السابق يعني بالمناشده، قلت مرات اكو شغلات ما تنتظر تسوي مناشده، لازم تكملها وتجي لصاحب الحاجه. فمن قالوا هيك حالتها وتحتاج كرسي، انا ما جيت صورت وبعدين اقدم مناشده، لا، مباشرة اشتريت الكرسي وجبت الحفاضات وجبت الملابس واجيت. ما كنت تعرف هدى، هدى من اجيت كان حفاضة معتها تلبس لايلون. حتى يعني اكو صور عندنا بالمناشدة الاولى، يعني لحم رجليها واقع من قد اللايلون. فجبنا الكرسي فتشي بسيط وما تطلع لانه هي ما تقدر تمشي، فمن جبنا الكرسي قدرنا نطلعها برا تشوف الناس تشوف الجو. المهم فسألتها انت شو تحبين شنو اللي بنفسك، هي حضنتني وبكت بقت تبكي. عرضناها بالمقطع بالبداية، يعني شفت المقطع، يمكن المقطع كان اني عبالي هي تفرح من حنجيب لها شيء، بس من شفت الوضعية هاي انه طفلة عمرها 10 سنوات وتحتاج المدرسة، واي مدرسة ما تقبل بيها. ساكم سنة من طلبتو؟ سنة مناشدة اني طالبة، سنة ومن كل جهة، يعني اذا تريد عن وزارة الصحة اني طلبت هذا الشيء، إذا تريد رعاية اجتماعية احنا طلبنا هذا الشيء، يعني أي مسؤول، أي حتى مناشدة عادية، خلينا نقول مناشدات على الفيس وعلى غير التواصل الاجتماعي. صح احنا قدرنا بجهود دكتورة أماني والخيرين اللي وياها، وأكو عندنا هم إنسانة عزيزة خارج القطر، بدت تدزلها شهرية، يعني كل شهر تدزلها مبلغ. بس احنا المبلغ هذا صح يمكن يفيدها كحفاظة كأكل كمصرف، يعني هذا، بس حلمها الرئيسي كان المدرسة، وكلها ما استجابت، وكل المدارس رحنا المدارس، لا عبالك ما رحنا، رحنا المدارس ورفضت هذا الشيء. اتحججوا انه معاقة ومن يشيلها ومن يخليها، فكل مدير مدرسة رفض هذا الشيء. فأني اتجأت لأحمد، وأحمد مو أول مرة، أحمد هاي صار الحلم الثالث دي حققه إنه، ويمكن صار له شهرين او ثلاثة دا يشتغل على حالته، على واجبي واجبي الحد ما حصل لها موافقة. وأنا ما اريد احرق ما اريد احرق قدام، مشكور استاذ احمد مشكور، بس يعني والله يعطيك العافية ان شاء الله. كل شيء تريده، كل شيء تريده انا خدمة، والهمجور الطيبة هم ما قصروا. اها شوف شلون تضحك، شلون ضحكته تخبل احمد، تخبل ضحكته حبيبتي. يعني امنيتها هسه اقول اتحققت على ايد احمد وعلى ايد قناة الديار. انا اشكر قناة الديار واشكر كل مسؤول يشتغل بقناة الديار، واشكر هاي الشباب الحلوة وحمودي بعد. الله يحفظنا احنا ان شاء الله، ثالث شيء احمد ان شاء الله احنا انه بخدمتها، وان شاء الله هاي الاشياء المعنوية والبسيطة نسعى. مو بسيطة، اكو ناس تتابع البرنامج نوبات تشوفينهم يقولون انه وإذا خليتها تلتقي بالشخص، لا لا بالعكس، وإذا خليتها تحقق حلم طفل ما يعرفون إنه هاي الأشياء المعنوية إنه شلون يعني غير. هي شوف شلون يتجزأ، هسه بصير تطلع خواتها للمدرسة ظلت تتباوع عليهم قاموا يعني تبكي لابسة صدار يعني ليش بعد تي. هسه أحمد ما أريد أقول لك، هسه أنا فد شوية راح نطلع أنا وياك بعد ما نسولف شوية ويا الحجية إن شاء الله، وراح شنو اللي تريدي راح نسويه ونشتري، وشوفين الأشخاص اللي تحبيهم وباكر اي وباكر هم اجيك هدى كلها حيتحقق اليوم ان شاء الله. ترى حتى ان شاء الله الوجوه الطيبه هاي، فضل القناه وفضل القناة احمد، فضل يعني احمد ان شاء الله والوجوه الطيبه يعني احنا نشتغل ترى بالخفاء واصبرنا الحمد لله لحد ما حقق. واحسن شيء ما اقول مدرسه عاديه ولا شيء، انتم راح تشوفون، راح يشوفون هم راح يتابعون شنو اللي راح نسويه خلال البرنامج. غير هذا انه دا اقول كلمه، احمد دي حقق حلم طفل، بس ما حد يعرف ضمن حلم الطفل حتى اكو شيء ثاني مرتبط بحلم الطفل هي الاهل. مرات احنا انا وحده من الناس عشت ويا حالتين وهاي الثالثه،
ما حقق بس حلم الطفل، لا حلم الطفل واهلها اللي يكون حالتهم تعبانه تجي، يعني تجي عن طريقه فد مواد فد مبلغ مالي فيرفع من معنويات العائله. الحمد لله يعني الحمد لله انا الحالات اللي اشتغلت ويا احمد هذول اللي شفتهم، يعني الاهل حصلوا فشي يفيدهم. ذاك اليوم يعني الحلقه اللي راحت ست خوله انه والد الطفل اللي طلع وياي حسن قالت ما فرحتنا بس انه بس حسن انا داقول هذا الشيء العائله والحمد لله والشكر هذا بفضل فضل الخيرين وفضل الشخص انه يساعد البرنامج فضل الخيرين ويوجهكم هاي الطيبه. احنا ان شاء الله الدعم لهذا البرنامج لان انا تعرف يعني شغلتي هاي من زمان الحالات والايتام وغيرها، بس حسيت انه احلام ده تتحقق يعني عن طريق طفله يتيمه قدرنا نحقق حلمها واحنا وياك وجبنا الاثاث وجبنا بس وحصلت كفاله. على العلم هي كانت كل شيء ماكو، ما حد يعرف بحالتهم. الثانيه دعاء نفس الحاله يعني حالتها علي الطفل اللي يعني صعد الطياره وحصلنا له باب رزق غيوثي الحمد لله شكر. هذا شغله واحده انا عشت ويا الاطفال هوايه وعايشتهم، لا حد يبخل على طفل بشيء، لا عبالك انت من تحقق له امنيه بسيطه هي فد شيء سهل، لا هو مو شيء سهل. اول شيء انت ما تعرفون المعاناه اللي دا يحصلون والموافقات والمعروف شنو ذاك يقبل ذاك ما يقبل حتى يحصلون هذا الشيء. الشيء الثاني ايش قد ما تشوفوا انت صغير هو كبير عند الطفل، يمكن احمد اكو حاله ما لحق عليها وتوفت قبل ما يوصلها، فهاي كانت ماساه ماساه. أنا واحدة من الناس همين أكو حالة ما لحقت عليها، الله اللي يعلم شنو اللي صار بي، الله اللي يعلم شنو نفسيتي صارت بيومها. فرجاء لا حد يستهين بهذا الموضوع، لا حد يستهين بموضوع الطفل، لا حد يستهين بموضوع طفل محتاج والله أنا فرحته شاف له فنان أو شاف له ممثلة، لا إحنا الكبار نحب هذا الشيء، إحنا الكبار نحب نطلع بهذا الشيء نشوف إنه فنان نشوف إنه حال هذا الطفل لما يطلب منك هذا الشيء. واحلام هدى ترى كبيره مو صغيره، واحلم هدى للمستقبل مو انه تاخذ صوره او تاخذ فد شيء، لا حلمها كلش كبير وانتم تعرفون اهم شيء المستقبل، اهم شيء مستقبل الطفل. وهذه احنا نريد نخليها على اول باية وان شاء الله قدرت وبعد معاناه يعني معاناه كلش كبيره. رجعتي من يعني وين يعني ذكرتيني اي والله يعني يعني لحد هسه يعني يشهد الله انه انا اقدم البرنامج والغصه بقلبي يعني انه انا ما لحقت اوصل لمحمد شفت وما يعني ما لحقت انه احقق حلمه ويعني اهله انه ذكروا قالوا انه انت هسه صرت جزء من محمد وجودك بالعائله الله يرحمه وان شاء الله ان شاء الله انه ما ابخل بحلم اي شخص واي طفل انه يناشدني ان شاء الله اوصل. وهذا برنامج البراءه خلينا نقول هذا برنامج البراءة، طفل لا يكذب، لا يغش، لا يحكي حكي زايد ناقص، لا ينافق، فاحنا بدنا نتعامل ويا الطفولة. إن شاء الله خير. إن شاء الله ما قصرت أحمد وأنتم ما قصرتوا يوم. سولفيني هسه شوي خلينا نسولف أنا وياك. خلينا نسولف أنا وياك، إيش بيك؟ تعال قري لي قري لي نشيد يلا قري. قري لي نشيد. قري لي نشيد. نور. لا تستحي؟ يلا. هذا قريتي يلا. يلا ايش قريتي؟ ادعوك يا عليا يلا. يلا ادعوك يا عليا. شوف انا ضجت السريع شوي افرح. يلا. يلا خلينا. يلا حبيبتي حتى ترحين بعد. يلا خلينا نروح. حتى نطلع. يلا حتى نطلع يلا ماما. يلا نور. يلا ادعوك. يلا قري النشيد مال. اوكي يا الهي. يا رافع السماء. يسرع علي تسير بجدي والذكاء. احفظ ابي وامي وكل اصدقائي. الله. يا واسع عطائي. واسع عطائي رب استجب دعائي. والله استجاب دعائي. وحفظ يا قلبي. ان شاء الله. حجيه بعد انتم شنو اللي مثلا احنا خلال هذه الحلقه راح نحقق حلم نور. ان شاء الله بوجودك ان شاء الله بوجودها الطيبين نوصلها لكل شخص اللي تريده. انتم كعائله شنو اللي بعد انه حتى نطرح مناشده خلال البرنامج اللي شيء احنا اللي ما كملنا انه الناس تكمله شنو وضعيتكم؟ والله وضعيتهم هاي اللي تشوف انت وضعيتهم تعبانه وابوهم هاي ستوته مالته يا دوب يلا ما حدا يسوي بيها عاطله ويا دوب طلع اليوم بالعماله ويا دوب يلا يجيب العيشه وعلى مود تكرم الحفاضات مالتها حفاضات ب 8000 هذا الدرز مالها وامورهم تعبانه شويه. تخول هذا الموضوع اللي يمش ان شاء الله. وهاي الغرفه اكلهم شربهم هاي الغرفه بيها. قلت لك احمد انت ما حققت حلم واحد بس طفله ان شاء الله حلم
الاهل همات. احنا أيوة. نشوف شنو ناقصهم. هاي هاي تعبانة الثلاجة يعني يا دوب يلا عالم جابوا لهم اياه غسالة ماكو هاي شوفوا انتم بعد هاي وضعيتهم بس هاي غسالة ماكو دخل الجو هو مطبخ صغير هو مطبخ يعني فتشي فتشي ما اريد اقول يعني مو مال حتى مال اطفال يعني اكل وهذا لا 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 وهاي الغرفة الوحيدة هاي اكلهم شربهم نومتهم يعني انت احسب عندهم ثلاث بنات لا اربعة اربع بنات اربع بنات واب وام وهذا قيس هاي قيس هاي تخر الغرفة من يعني وهذا السقف ترى بعد احمد ما من فوق يعني رايد لشغل رايد لشغل يعني حتى رادنا ان شاء الله كل شيء خاص يسمعنا اللي يقدر يقدر يساهم بالشيء اللي يقدر عليه فيكون يعني هو متفضل احنا راح نقدر انه نساعد نور الهدى ونحقق احلامها وايضا ست خوله انه انا الحمد لله نور الهدى حصلت على مبلغ ان شاء الله وانا اشكر دكتوره اماني هذه كفاله شهريه كفاله شهريه هي مستمره ما مقطوعه بس هالمره بيها زياده يا الله ان شاء الله والله رحم الله بها يا الله غير هذا اشكر دكتوره هدى اللي عرفت انه يمكن ما شفت الكرسي مالتها برا شلون مكسر جيبوا لنا جيبوا لنا الكرسي حتى انه اليوم الكرسي الجديد نور هدى تلبس الجديد الجديد مالك اليوم كل شيء كله جديد اليوم الملابس راح تلبسها جديده دكتوره هدى بس عرفت بهذا الموضوع وانا اشكرها من خلال برنامجكم لان هي انسانه واقفه ويانا بمجال هذا الطفل وغيره تقريبا خمس ولادات او ست ولادات سوت لنا اياها مجاني فمن عرفت بهدى راسا دزت فلوس والبارحه اشترينا الحمد لله والشكر يعني اليوم يوم كله جديد الله يعني سبحان الله استجاب لك الدعاء من كل ناحيه الحمد لله جيبي الكرسي تابعتها السولاف تحبيها بضحكك يا رزاق تتمنين تشوفيها بس هي مسافرة وين تشوفيها؟ لا احمد يجيبها حتى لو مسافرة يلا هسه مشاهدينا الكرام تمام هذا الكرسي شوفيه هاي الفاس مال الاطفال هذا مالتج اليوم تمام فخلي هسه بس اكو ميزه بهذا اذا هي من اذا صارت هاي تنزلها بعدين مال السياره ما صعد السياره ينزل هذا حتى يكون كرسي عادي تمام وبي جيرات اثنين منا ومن نايه يعني بي شويه يلا. امتيازات حلو شكرا يا ست خوله يعني نشكر انسانيتك يعني كلش فرحانه لان فتشي حققته وياكم الله يسلمك بالعكس بالعكس انت ضمن الداعمين للبرنامج وانت ايضا صاحبه المناشده واللي ساهمت ويانا بفرحه يعني نور الهدى وان شاء الله راح تتابعون كل شخص راح يساهم ويانا بالحلقه فهو مشكور وايضا انه نبارك بعمله راح تتابعون شنو اللي راح يصير انا ما اريد احرق المفاجات قدام نور الهدى هسه راح نتحضر انا وياها وراح نطلع وراح تشوفون شنو راح يصير ويانا بحلقتنا
ابو شهاب حبيبي ابو علي زارتنا البركه. شلونك حبيبي؟ شلون حبيبي؟ شلون صحتك؟ شلون اخبارك؟ الله يخليك. هاي الاموره الحلوه؟ هاي نور الهدى. شلونك حبيبتي؟ شلون صحتك؟ شو اسمك؟ الهدى. الله يحفظك. الله يخليك. جايين احنا اليوم دل العين فاضي نبي لك هذه الحلوه نريد نجهزها احنا نبيها. نقل عليك بكل حلقه نجيك لازم على راسي لازم نمر لك تؤمر امر الله يخليك تستاهل الحلوه. فاحنا محضرين لها شغلات حلوه بس ما نريد نقولها شنو بس أي مفاجاه راح نسويها بالبدايه نريد نجهزها لبس مدرسه زين وبعدين هم نريد اشياء مال الطلعه مدرسه موجود ايه راح نجهزها مدرسي خوش. صدريه وقميص وحذاء وجنطه تمام تدليني بعد شنو تردين؟ تعال شوف شنو اللي يعجبك. شو هذا حسيته حلو عليك؟ ابو شهاب شوف نعطيها صدريه نيلي لو رصاصي شو تحبين انت؟ هذا هسه هذا انا ما طلع يجي على كوكو على قدها؟ هذا شتوي هذا احنا راح نعطيها هسه على مود تلبسه. ها اذن صيفيات نعطيها تمام زين زين صدريه اوكي خلينا نختار مدرسي صدريه يا لون تريدين ها تريدين نيلي لو رصاصي تعال ها شنو هو شنو هالجمال؟ حلو الفستان هي شقري لو قلها هذا اللون حلو عجبك؟ اي طالع تخبل مو ابو علي؟ بالعافيه شايف لك هيك جمال؟ والله هذا الجمال يخبل هسه من تلبس الصدريه احلى بعد مال المدرسه ما اريد ما اريد احرقها عليها هي باكر اني الصبح انا باكر الصبح هم اجيك بس اريدك قاعده من الصبح ولابسه لبس المدرسه محضر لي الشغله هم حلوه راح تعجبك بالعافيه حبيبتي تبين؟ تعال هسه خلينا ناخذ صور يا ابو علي هي حلو عليك حلو عليك هذا؟ اي بالعافيه حبيبي. لا شنو انت عجبك؟ اكو شيء وعجبها؟ اي حاضر. اي يا وعجبك عمري. هذا الشتوي اللي اختارته بالبدايه. بالعافية حبيبتي اعطيني بوسة ولا ما اعطيني بوسة؟ يلا سلمي على عمو بالعافية حبيبتي الله يخليك تدرين شنو اعطيني على انا شنو؟ يا الله منون ابو علي تؤمر امر اشكرك جزيلا ابو شهاب الله يخليك منون حبيبي سلمك. يلا مع السلامة مع السلامة باي 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 عيني محضرين المفاجأة الجاية؟ اي ها؟ اي يلا محضر لي الشغلة كلش حلوة، أكيد لسه تجعتي مو؟ نروح بالبداية نتغدى؟ اي يلا نروح نتغدى ومحضر لنا شيء حلو على الغدا، شاهدينا ابقوا ويانا. حبيبتي فرحانة؟ خو ما ضايجة؟ بس اكيد جعتي مو؟ بس قبل أن نتغدى خلينا نباوع مقاطع فيديو تي عندي سولاف زين وين يطلع ويا سولاف؟ رزاق تحبي رزاق هم؟ يلا خلينا نقعد شوية شو اسوي ما قدرت اجيبك اياها بالحقيقة خلينا نقعد نباوعها مقطع فيديو عادي؟ ها؟ زين تغمض عيونك هسه شوي هنا غمض عيونك خلينا نحسب من واحد للعشرة واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة
سبعة ثمانية تسعة عشرة. زين فتح العيون وش يصير؟ شلونك حبيبي؟ كيفك؟ زينة؟ ايه. ها؟ كنت شو شفني يا مقطع؟ كانت زيت بحاله مال الحلاقة. طبعا السلاف نورتينا. شلونك استاذ؟ شلون صحتك؟ شلونك بعد؟ الله يخليك. الله يخليك. زينة؟ ايه. شنو هالجمال؟ شنو هالحل؟ شنو الفستان الحلو؟ هاي هاي هسه اشترينا وهي قالت قلت لها عندنا طلعة فلازم تكشخين فهي اختارت على ذوقها. خبلين انا تلبس اليوم هيك، كان طلعنا انا ايش طافرين من درزن. انت شو اسمك؟ نور الهدى. نور الهدى؟ ايه. يا صاف. وعد ما مسجل. هسه راح يسجل. سجل. بس انا مسوي لي مفاجأة باكر. بالمدرسة؟ ايه. من تكبرين شو تريدين تصيرين؟ مدرسة. هي بس اهم شيء عندها تدخل المدرسة. ها تروحين للمدرسة؟ تفضلي ناس السولاف. اوكي، اقعد هنا وين؟ هي شو راسا عافتني ما هي؟ ايه؟ ها؟ راسا عفتيني؟ هو من لقى احباب ايش نسى؟ حاضر ها؟ عفتيني؟ شوفيها شوفيها. شلونك حبيبي؟ راح تبكي. لا حبيبي. نور الهدى. احنا اليوم احنا جايين نفرحك. نفس الفستان مالي ردت البسه والله يشيلوني اليوم اه كان ايش طلعتوا اليوم؟ كان طلعتوني كسر. قعدتي انت الدوام. لو ادري هاي تسريحتك اليوم كان المفروض تدز لي صوره. آه. حتى اسوي نفس تسريحتها واجي ونفس اللبس واجي. والله ما ادري فاتتني. بس هي يعني قلت لها مسافره خلي نكتفي نبوع عليها مقطع فيديو. اليوم انا جيت على مود. جيت على مود حتى اشوف هاي البنوته الحلوه اللي تريد تشوفني. هي يعني اهلها يقولون انه هي من تريد تضحك هي خطيه كون وضحك رجلها ما تقدر تمشي وهذه فوضحها خلاص بالبيت يقولون من تريد تضحك انه تطلع المقاطع ما تشتي ورزاق. شنو اكثر شيء ضحكك؟ من اكثر الرزاق بال لا يتحب هذا المقطع مال من حلاقه انت. اه من حلاقه. ترى تصير انت الحلاقه وانا مكان رزاق؟ بس تسوي بي مثل ما سويت بي. تضربيها؟ لا هي تحبك وينك؟ زين حافظه فتشي هي مو مصدقه هي حافظه نشيد يلا يلا سمعين نشيد اوكي يا الهي يا رافع السماء يسر علي دسي بجدي وذكائي احفظ ابي وامي وكل اصدقائي يا واسع العطايا رب استجب دعائي صفقولها كلكم يلا صفقولها مثل ما قلنا انه الله استجاب دعائك والحمد لله والشكر انه حضر لي الشغله باكر والسولاف اليوم جتك وكل شيء اللي تريديه باكر حتى الحين مكان اي باكر مفاجاه حلوه شريد منك شدين حيلك وباكر متروحين هذا المكان شدين حيلك وانا اريدك نصايح من عندك الها تعرف باكر وين راح تروح؟ لا ما قايله باكر راح تروحين مكان انت تحبين هذا المكان مكان امك تروحين هذا المكان والبرنامج حققه لك فانت من راح ترحين يعني اخذيها لحد ما تكبرين وتصيرين اميره وتصيرين دكتوره لو تصيرين مهندسه لو تصيرين الا اجل لو تصيرين صاحبه مطعم نجي كل الاكل ببلاش يمك بس هي احنا جوعناها لحد هسه ايش تاكلين؟ تمن؟ كروشه اوكي تمن بعد بس تعرفين هالحركة اللي نسويها مال كابتن؟ يلا بابا سوي مو انت حتى بلكت انه نخليك تمثلين وياها مشهد. تمثلين وياها مشهد؟ تردين تمن وبعد شنو؟ خليتها ورانا؟ تردين دجاجة، بطة، خروف نجيبه هو وصوفة؟ كيفك انت؟ دجاجة ووريشة عادي، هو وقاقي عادي. هي خجلانة. زين تردين عصافير لو حمام عاد هسه نطلع برا نجيب لك حمام هي كلش خجوله نور الهدى لا ما اريد سلامات الله حبيبي هسه بعد شنو انت ورتني؟ تطلب لي شم بيتزا بعد؟ لا اه عندكم تمن؟ وحده؟ لا من تبي تمن وحده؟ نزل نزل زين عندكم ارنب بس بعده نص ميت نص عايش؟ جيبوه شلون صارنا عليك؟ فباكر متى رايحين المكان اللي راح يودوني شعريه؟ اريدش انه تشدين حيلك تسوين
ذاك المكان نمبر 1 قدوتنا. هي تبكي خطيه، تبكي لان انه هي مداخله المدرسه، يعني انا من وصلني لمقطع الفيديو زين خلي نفرحها حتى باكر تفرح. غير هي مفاجات. حتى تكون مرتاحه، حتى دقات قلبها من هالباكر لا تفرح. وهي هسه اذا ما نقولها راح تظل تفكر. ما راح ما نخليها تنام، حتى باكر تكون مستعده. تخليها مفاجأة لو نقول لك. كيفك؟ شو تريدين؟ مفاجأة. مفاجأة، هي تحب المفاجأة. تحب المفاجآت. يلا شو تحبين تاكلين؟ قلنا عرفنا تمن المندي. المندي. زين. باي اكو مندي دجاج نصف حبة. حبة. مندي لحم. شناي حنين؟ وانا حنين. حنين دجاج حبة. عندك ربيع حبة دجاج. هواي عندكم حنين. رقبة خروف وزرافة من موجودة. اهم شيء تمن، خلينا نطلب لها. معون تمن والله ياك. ومكتوب على شرط معون. معون تمن. معون تمن. شو عجبك الخروف هو وجهالة؟ اوكي هو وجهالة. يلا خلي نطلب مندي ونطلب بيتزا. اوكي تمام كابتن. لا حد بعد واقف قبل تو مندي وبيتزا. انا اريد تمن اسوي له تمن ومرق ومندي وهذا السؤال. واني اريد شاي ويا تمن حتى بدينا ما ردح شاي ويا تمن؟ شاي يعني وين مندي؟ لا لا انا اريد شاي. انا عكس العالم اخر اشي. انت مثلي تحبين انه تاكلين الاكل وياك شاي؟ لا ما احب الشاي. ما تحبيه؟ لا انا ما راح احبه، هسه راح اشربها بيبسي بس على شكل استكان. تحبيها؟ تحبيني؟ اي ايش قد؟ هواي هواي؟ خلنا ناخذ صوره انا وياك ناخذ سناب. أجمل بنوتة بالعالم نور الهدى. نور؟ ها شقد تحبيني؟ هواي. يعني شقد؟ هواي. يعني شقد شقد هواية؟ قولي لها كمية شقد؟ قد معون التمن راح نجيبها هسه؟ قولها بقد حبي للتمن. مساء الخير. تحياتي لك، الله يوفقك، يعني شكرا على إنسانيتك العالية، واليوم نورتينا وفرحتي نور الهدى. حبيبتي. هاي الإنسانة منتظرتني من الصبح لحد الآن، وأنا جيت مخصوص إلها حتى أفرحها في بيت قلبها. شنو هالجمال؟ اليوم أنا يم أجمل بنوتة بالعالم. يلا ننتظر يلا. الأكل، شو الأكل تأخر؟ خلينا ناخذ صور، خلينا ناخذ صور. حتى نور هدى يلا شوفي شنو اللي تريدين أنت تسويه. بما أن أنت تحبينها وصلنا ساعة ننتظر، بس شلون نطلع هيك؟ كيف باكر من ترحين المكان اللي ترديه؟ كم الكنيس بس ولا زهري؟ من ترحين المكان اللي ترديه؟ تكونين هناك أريد تشدين حيلك. تمام. تمام. ولو الآن لو يقبل كان قلت لك وين؟ مو هي اللي رادت مفاجأة، أنا قلت بما إنه أنتي اليوم ضيفتنا ف. عادي حتى لو نكسر قواعد البرنامج بس تريتها مفاجأة. بس هي رادت مفاجأة. بس هي باكر انا شنو اجيش الصبح القاك لابسه الصدريه مالتك اللي اشتريناهن صدريه ومبدله ومتحضره ونروح نشوف المفاجاه. اوكي
هي احنا اهم شيء احنا نشوف هاي الفرحه اللي نشوفها على وجوه الاطفال من يلتقون بالاشخاص اللي يحبوهم، من نحقق احلامهم هاي البسيطه. ايضا انه انا اتمنى من عندي شيء، ايضا رساله لكل الفنانين لكل المشاهير، هي ما تاثر، هي مجرد دقائق. بس انت اليوم انا اعرف انه عندك ارتباطات، لكن اصريتي وجيتي ويانا، ونشكر هذه الانسانيه اللي تتمتعين بها. ايضا احنا نعتب على بعض الفنانين ولا المشاهير اللي نتصل بي ونقول له يا بعدنا طفل حلمه يشوفك، صح، مجرد هي فرحه 10 دقائق ربع ساعه، بس شوف شلون تغير من نفسيته، ممكن تحوله طفل ثاني. لا هو احنا اصلا مو بس نور الهدى، هوايه هوايه اكو فضائيات، يعني ما نقول نصها كلها، احترام وتقدير اللي حد يزعل، انه ما مخصصين فد شيء للطفل، انه هذا الطفل هو مستقبلنا، والمستقبل المفروض انه ينبني صح. يعني احنا من نجي كم اي شخصيه كانت معروفه او غير معروفه، من نريد نحقق امنيه الطفل، سواء بطلعه سواء بسفره سواء بشراء فد شيء بسيط، مثل راد جلاس ما يشتري فد مكان معين، ما بيه شيء اذا نتعنى له ونروح له، لان مهما يكون هو راح يبقى بداخله. فنور الهدى او غيرها وغيرها طلبت يعني بالاسم ان انا اكون موجوده، اتمنى ان اكون ويا كل اطفالنا. بالمناسبه انا كل الاطفال ما اعرف ليش يحبوك. اي ما اعرف ليش. كان عندك مو برنامج للاطفال؟ اي عندي. اي كان عندك برنامج، فهم يعني يحبوك على هذه الروح اللي انت تمتلكيها. فاحنا برنامجنا الحمد لله والشكر هوايه من الاشخاص تعاونوا ويانا ومشكورين يعني على تعاونهم، لاعبين كره قدم ومشاهير. لا اكيد الناس اللي راح تتعاون في هذا البرنامج من ناحيه محلات الازياء او المطاعم او الاماكن الترفيهيه او غيرها وغيرها بكل بشكل عام، اكيد هي راح تتعاون بدون اي مبررات او بدون اي نقاش، لان هي تساهم بفرحه الطفل. فاحنا ما نريد نحكم على كل الناس انه كذا وكذا، وحتى على الناس اللي ممكن ما شاركت بالبرنامج هم نقدر نحكم، يجوز عندها ظروفها، يجوز انه حكيك بهاي هذا الموضوع من قالوا لك انه احنا ما نطلع البرنامج، لا هذا مرفوض، مو مفروض انه يكون والله هو بهاي الطريقه. انتظرت بالشهر اجلت الحلقه على نقطع الحلقه وقول لي والله اجلت الحلقه شهر بس نقطع الحلقه، ماكو كات ماكو كات. واخير شيء قال انه ما اظهر. على العموم انه هو هي بيها رفعه للشخص اللي يجي، هي مو فقط انه انت اليوم، انت اليوم من تجي تفرح هذا الطفل هي كبيره عند الناس. شنو هالقدله الحلوه؟ على اساس اشوف وجهها يسويها. وباكر نفس التسريحه راح تسوين؟ اوكي هسه نبلش؟ نبلش؟ يلا. شوربه؟ ناكل شوربه وياك؟ يلا. نقدم شوي النزعه. يلا ماشي. مشاهدينا الكرام احنا هسه اكيد راح يجي وقت الاكل، فاحنا لازم نخلي نور الهدى تاكل على راحتها. ابقوا ويانا راح تتابعون بعض التفاصيل البسيطه حتى انه نختم اليوم البارت المخصص لهذه الفقره، وباكر راح نجي ونكمل حلم نور الهدى. ها حبيبتي ما شبعتي بالشوربة؟ قاعد هسه شبعت. شبعتي؟ شنو هاي هسه راح ينزل الاكل. شبعتي؟ انت اذا ما تاكلين شو ذا فما تاكل؟ ليش ترى انا ما اكل والله، انتظرت التمن جدي مسوي تمن، فمن قلتي انت تمن يعني ما يبارك. شوفي هذا التمن. هذا دجاج؟ ولا حال. معون تمن واحده تردين؟ هذا المعونة التمن الواحدة. اوكي. هو يعني بس انقدرت يعني اذا شبعتي بالشوربة. لا لا لا. ما شبعت بس على واس سولف تاكلين؟ طبعا. لان اذا ما تاكلين هي من ما تاكل. والله جوعانة. شوف انا عندي 3 عصافير ببطني، 2 ماتن من الجوع، وحدة فقط بالانعاش، فلو لا تلحق علي لما نتلحق. زين هسه قبل لا نختم ونترك انه نور الهدى تاكل براحتها وانتي تاكلين براحتك، نريد مشهد على كل هيك شيء، مشهد انتي ترتجينه اياه شيء بسيط نضحك بيه نور الهدى. شنو
طلب صعب مو؟ والله صعب من بالاكل يعني. مو يعني تذكري من سوالفكم انت و والله ما رزع. يلا شيء بسيط مو الا على كذا اي شيء. لا هو انا راح احب انه اوجه رساله بس ليه. اوكي. شكرا تعبنا. شكرا. كابتن وين الشاي؟ شو من انا شاي وين؟ هسه يجي الشاي. خبز اني نسيته حلو. وين الناس اللي خل اقول لك شويه حرقك. بس الشاي بقلاص. بقلاص هم يعني. أو حلو وجهك الحلو. طبعا بس احب اوجه رساله لكل الناس يعني سواء كان من مجالنا او من عملنا او من خارج عملنا. احنا بنفرح اي انسان مو فقط الطفل، بنفرح اي انسان. مو هدفنا انه احنا نريد نوصل انه خلص وصلنا بالسوشيال ميديا وصلنا بالتلفزيون انه احنا فرحنا سوينا لايكات طرحنا سوينا فت منجز. لا هذا اخر صار بالنسبه لي صار اخر. انت من وصلت الى نقطه لازم تخلي فت نقاط حتى الناس تقول انه فلان مسواها برغم مثلا مركزيته سواء كان سياسي سواء كان فنان سواء كان اي شخصيه كانت عامه مشهوره غير مشهوره. من انت تسوي فد امر تفرح بيها في طبقه معينه خليها ببالك باشر رب العالمين ممكن يفتح عندك ابواب هواي لان يوم من الايام فرحت شخص فرحت ناس يكفي انه قالت الف رحمه على والديك من فرحتني او فرحت ابني او فرحت بيتي او ضحكتني. من واحد يقول لك الف رحمه على والديك هذا كل شيء يقوله فابعدوا من انه لبن احنا نصيحه راحه ما لها علاقه كل شيء اللبن ما ادري حليب جاب شنو شاي ماكو؟ هذا حليب؟ ما اعرف ليش قافلين والنصيحه راحت اوكي المهم سوي شيء فرح بها نفسك وفرح بها الناس وعوف الغرور لان احنا انخلقنا من طين نرجع للطين كل شيء ما راح تاخذ بس تشوف. طبعا سوالفنا شكرك وان شاء الله نبقى على تواصل وان شاء الله تكون وياكم حلقات اخرى انت وايضا رزاق لان ايضا هم يحبوا له شريحه كبيره من الجمهور. ومشاهدينا الكرام يعني احنا راح نختم بارت حلقتنا لهذا اليوم هنا. خلي بس اسال نور ادري بيك الست جوعانه وجاي تاكلين تجي لحد هسه فرحانه مش شوقه لمفاجاه باكر. تمام مشاهدينا الكرام باكر راح اروح النور من الصبح راح نحضر لها شيء حلو ان شاء الله راح تشوفون شنو تكمله حلقتنا لهذا اليوم. ابقوا يعني انطلقنا باليوم الثاني لبيت الطفله نور الهدى حتى نكمل باقي احلامها ونفرحها بدخولها للمدرسه. السلام عليكم. شلونك حجية؟ شلون صحتك؟ شلونك بعد؟ الله يحفظك. الله يخليك. بتحضر نور؟ حاضر ان شاء الله. اها. يا هلا صباح الخير. شلون الصحة؟ شلونك بعد؟ شو اخبارك؟ بتحضر؟ شنو؟ ايش طالعة؟ ايش طالعة عمي؟ جاهزة انتي؟ جاهزة؟ يلا خلي نروح. يلا تعال. نشيلك من البداية. We'll be right back.
تعال سمي عليه تعال انا شو عليك حياك الله حجي ابو خالد كل الهلا بيكم الله يخليك طبعا احنا ببدايه نشكر انسانيتك وتعاونك ويانا وفور ما طرحنا المناشده وقلنا لك عندنا طفله وبنوته حلوه انه حلم حياتها انه تدخل المدرسه انت ما قصرت واتصلت بينا وقلت تتفضلون شنو اللي تريدوا يصير وياكم بالحلقه كل الهلا بيكم وكل الهلا بست نور الهدى وان شاء الله راح يشرفنا ويشرف مدرستنا وهي بالعكس مكسب إنا نور الهدى إن شاء الله يكون مكسب إنا وإن شاء الله راح خصنا مقعد ونقل وقرطاسية وإن شاء الله الجاي يكون أفضل وأحسن راح أجيب لها كرسي متحرك إن شاء الله أجيب لها كرسي هذا كرسي المقعد الدراسي والكتب والقرطاسية اللي راح يتكفل بها حاج أبو خالد إنه راح يوفر لك كرسي متحرك ان شاء الله ان شاء الله واحنا مو بس هذا عندنا احنا عندنا 18 طالب عوائل الشهداء هذول مجانا وعندنا 27 طالب 50 هذول المحرومين 50% خصم لهم بارك الله بك هذا كلهم مجانا يعني على نور الهدى هذه مو المبادره الاولى من عندنا لا طبعا اكيد يعني انت دائما 18 واحد قبلها سباق بفعل الخير الحمد لله الله يوفقك زين بما يخص نور الهدى نورة حبيبتي ويانا ايه؟ بما يخص نور الهدى شلون يعني يا صف اللي راح تكفل ان شاء الله من اول ابتدائي الى ثالث متوسط ان شاء الله تاخذ شهاده الثالث من يمنا هنايا احنا مدرستنا اساسيه حد الثالث متوسط تبقوا يعني ان شاء الله متوسط جاهزين تكونين للثالث متوسط تبقين بالمدرسه ومشموله كلها نقل وكتب وكلها مجانا كلها مجانا احنا نتكفل بيه ان شاء الله يعني ان شاء الله هي احنا من اليوم راح وخط امدك احنا من اليوم مباشر بالاسبوع من اليوم تباشر وباشر يجيها الخط وبكره يجيها خط ان شاء الله بين الساعه حتى هي تتحضر الساعه 8 7 ونص 8 الا ربع الخط تكون يمها تمام ان شاء الله عاد تباشر ب 8 انت متحضره ان شاء الله حتى يجيك الخط وتروحين للمدرسه تمام ان شاء الله الصف ثالث متوسط اريد شنو تبقين بعد انا ما اوثق عليها بعيوننا نخليها بعيوننا نخليها بيتنا يعني حتى انه تبقى لان انا هسه شفت يعني هي من دخولنا شويه عندها شويه رهبه وخوف طبعا اكيد لا بس بعدين تصير ويا زميلاتها بالمدرسه اكيد بالصف الاول كلهم يستقبلوها وكلهم يحبوها وراح تصير وياهم وراح تعيش يعني الحقيقه ترتاح وياهم هو حتى سطوها ورد طبعا 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 هم يحبوها ان شاء الله ان شاء الله يعني تكون هي ضمن الطلاب اللي وياكم بالمدرسه وان شاء الله تكون متميزه ان شاء الله ان شاء الله متميزه ان شاء الله متميزه وترفعين راسنا تمام ما تخافين واي شيء انت تحتاجين ابو خالد يمك هو اللي راح يكون وياك دائما تامر امر هو تواصلك وياه شنو اللي تريديه بالمدرسه خافك وطفل يضوجك هاي طفله يهم الموضوع تامر امر احنا وياها ست المديرة وياها والمعاونة كلها وياها الله يوفقكم والله نشوف انه الرسالة اللي وصلتنا والمناشدة اللي وصلتنا دموعها على مدير المدرسة تبكي لا ان شاء الله هاي رغبتها راح نحققها تماما وانا متاكد تكون متميزة ان شاء الله تعرف انه هي صار سنة من طرحها والمناشدة وما حد استجاب وصلت المناشدة لنا واحنا فور ما وصلت المناشدة كل الهلا بيكم بها وان شاء الله نكون نصدمكم وتحسن ضمن الجمهور وان شاء الله تكون هي الطالبه المتميزه عندنا. ها هي نور الهدى جاهزه نروح للصف تمام؟ بس ايش تقولين عمو؟ شكرا لك يلا شكرا حجي ابو خالد يعني نشكرك الف هلا بيكم كل الهلا بيكم نشكر هذه انسانيتك العاليه الله يخليك ويسلمك مدرسه امل الاجيال ان شاء الله تكون باب لكل الاطفال المحتاجين الله يخليك واذا عندنا اطفال بعد راح نجي عليك كل الهلا بيكم ما راح نروح على غير شيء هذا العدد بلا نهايه مفتوح ربي يخليك ان شاء الله كل الهلا بيكم شاليه كرام يعني هسه تبلش تروح للصف من هسه تروح للصف يلا تمام شاليه كرام تابعوا البطله نور الهدى راح تروح للصف راح تشوفوها شلون تكون ان شاء
شاطره وان شاء الله بيروج احنا. يلا جاهزين؟ اقول الكاميرا جاهزين. جاهزين؟ جاهزين. يلا تابعونا. السماء يسر علي داسي في جدي والذكائي احفظ ابي وامي وكل اصدقائي يا واسع العطاء رب استجب دعائي. انوره حبيبتي هو ما رايجة؟ لا فرحانة؟ بس انت دخلتي المدرسة وتحقق حلمك، هو ما بعد محتاجة شيء؟ لا فرحانة، ما تريدين شيء بعد من عندي؟ لا. يلا تمام، مشاهدينا الكرام يعني طبعا تعمدت انه اختم الحلقة انه يفرق الصف ونبقى بوحد نانياج حتى نسولف براحتنا. اي. عليك تكونين طالبة شاطرة وترفعين راسنا وتبيضين وجهنا وتبيضين وجه المشاهدين. حتى انه نفتخر بيك ونقول الحمد لله والشكر تحقق حلم نور الهدى وتكونين طبيبه او مهندسه بالمستقبل. تمام؟ هو بعد ما محتاجه شيء؟ لا. فرحانه؟ تعطيني بوسه. يلا تعال. طبعا مشاهدي الكرام يعني نشكر كل شخص تعاون ويانا في انجاح هذه الحلقه وتحقيق حلم نور الهدى ويانا، اخص بالذكر الست خوله محمد التميمي هي صاحبه المناشده وايضا اللي ساهمت بحلقتنا لهذا اليوم وتحقيق حلم نور الهدى، وايضا الفنانه المميزه سولاف، وايضا مطعم ركن المندي، ومدرسه امل الاجيال اللي استقبلت نور الهدى وراح تكون نور الهدى كله بالمجان لحد ما تخلص صف ثالث متوسط كله بالمجاني، وايضا نشكر محل سفاري للملابس على تعاونه ويانا في برنامج جو الحلم. وايضا نتمنى من كل الناس ان تتعاون ويانا في برنامج جو الحلم حتى نقدر نحقق كل احلام الاطفال الممكنه اللي ما حد قدر يحققها، وان شاء الله بفضلكم وبفضل كل الخيرين نتواصل ويا كل الاطفال. تحياتي لكم، مع السلامه. يلا باي باي، سوي لهم باي باي باي.